بالنسبه للقافله الطبيه الموجوده في القريه الظهريه رئيس عقد الشيخ عطيه، بنوجه الشكر للسيد رئيس الجمهوريه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، التحيه للسيد وزير الصحه، التحيه للسيد رئيس المخابرات العامه، التحيه للسيد رئيس محافظه اسماعيليه على مجهوداتهم الكبيره لتنظيم القافله الطبيه اللي النهارده بتخدم عدد كبير من المواطنين. يمكن حضرتك شايف الزحمه قد ايه والقلق قد ايه، وان شاء الله النتيجه اخر النهار تكون مبشره ومبهره، وان شاء الله يكون ده كله في صالح العمليه. وشوف حضرتك الاحتفال الطيب بمناسبه الوحده الوطنيه وازاي الناس هنا الروح سايده وطيبه، فاحنا بنرد الشكر لكل الجهات وخصوصا طيبين. في البطن